السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. دائما في إطار السلسلة الرمضانية افتح قلبك للقرآن الكريم في رمضان. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نقرأ معكم الثمن الأول من الحزب 28 من سورة النحل من القرآن الكريم. كنتمنى أن القراءة ديالي تكون استحسنت المسامع ديالكم وتستحسن المسامع ديالكم إن شاء الله. زيدوا دعموا القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. مرحبا بكم وبسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض، وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، وبلغ رسوله المولى الكريم. هذه كانت قراءتي للثمن الأول من الحزب 28 من سورة النحل من القرآن الكريم. كنتمنى أنه القراءة دي اللي تكون استحسنت مسامعكم. زيدوا دعموا القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. رمضان مبارك سعيد وعواشر مبروكة إن شاء الله، دوز عليكم بخير وعلى خير، ويجي العيد وتعيدوا وتعودوا إن شاء الله بالفرحة والسرور والصحة. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.